السلام عليكم. اليوم حبيت أحكي خاطرة قصيرة وأعرضها في هذا الفيديو، وهي عن واحدة من أهم أسباب تخلف المسلمين. طبعا في كثير من الأسباب، لكن حبيت أتكلم بالذات عن موضوع الاستغفار وكيف إنه هو واحد من أقوى أسباب التخلف والفشل، بدل ما يكون من أهم أسباب التقدم. يمكن ينط واحد ويقول إحنا خير أمة أخرجت للناس، وإحنا كذا وماضينا كذا. فعذرا، هاي الحلقة لا تلائم صغار العقول، وبحب أقول لهيك ناس إنه اطلع حواليك وشوف هل إحنا صحيح خير أمة أخرجت للناس أم أكثر الأمم تخلفا. وفي مثل بيقول صديقك من صدقك لا من صدقك، يعني الصدق مع الناس أهم من إنك توافقهم برأيهم وتجاملهم. وعشان نعالج أي مشكلة لازم نعترف أصلا إنها موجودة، مش ندفن رؤوسنا بالتراب مثل النعامة لما نشوف الخطر، لأنه دفن الرأس بالتراب ما بيعالج المشكلة. وبالنسبة للاستغفار فهو سلاح ذو حدين، يمكن يكون سبب بالتخلف ويمكن يكون سبب بالتقدم. يعني مثل السكين، ممكن تستعملها لتقشير الفواكه أو تستعملها للقتل. وللأسف إحنا المسلمين فاهمين الاستغفار غلط، بحيث إنه صار سبب من أسباب التخلف. كيف يعني؟ المشكلة بتبدأ لما إحنا كمسلمين بنعتقد إنه حل مشكلاتنا بيكون عن طريق الاستغفار والتسبيح والصلاة على النبي، ومنآمن إنه التمتمات اللسانية إذا كررناها كذا مرات رح نرزق بالولد أو تتحسن أحوالنا أو تتغير عيشتنا. وهون يكمن أهم أسباب التخلف. بتلاقي كثير ناس تقرأ سورة الفاتحة 40 مرة وتقرأ سورة البقرة 20 مرة، وكأنه الحال مربوط بعدد التمتمات. كل ما تمتمت أكثر كل ما تحسن وضعك. وأنا نفسي واحد من هالناس اللي كانت تتمتم ولا مرة انحلت مشكلة من مشاكلي، وهذا إشي طبيعي لأنه فيش علاقة بين التمتم باللسان وبين تغير الحال. كثير من الناس بتروح للفقيه بتقول له يا عمي أنا قرأت سورة الفاتحة 80 مرة بس ما في أي إشي تغير. فبيسألوا الفقيه هل كنت على طهارة؟ أو بقول له هل استحضرت النية؟ أو بقول له كمل وأصبر بالدعاء لأنه الله يبتليك. وبرجع هذا الشخص ويستغفر فوق الألف أخرى ألف وما بتغير شيء. السؤال ليش؟ الجواب ببساطة لأنه لا علاقة بين التمتم باللسان وبين تغير الأحوال. للأسف هذا الشخص المسكين بظل يلف في حلقة مفرغة وبيستنى الفرج، مع أنه أساسا ماشي في طريق غلط. يعني مثل المريض اللي بروح للطبيب وبيقوم هذا الطبيب بتشخيص حالته بشكل خاطئ وبيعطيه دواء ما له علاقة بمرضه، وكل مرة بيرجع هذا الشخص عند الطبيب وبيشتكي من الألم بقول له الطبيب كمل بالعلاج واصبر وأكيد راح تتحسن. نفس العملية بتحدث مع الفقيه لما يقول للسائل أكمل بالاستغفار وقراءة الفاتحة والله بيبتليك واصبر وما أدري إيش. هون بضل هذا الشخص يدعو لحتى يموت موتة المسكين البائس. والسؤال هل الاستغفار بالشكل الصحيح بغير الحال للأفضل؟ الجواب ببساطة نعم، بس المقصود هو مش الاستغفار اللساني المقرون بعدد التمتمات، إنما الاستغفار القلبي المقرون بالفعل. هذا الاستغفار هو اللي له نتائج إيجابية على المجتمع ككل، وهو اللي بيساهم بنهضة الأمة بدل تخلفها. كيف يعني؟ لعله أفضل مثال هي الآية في قوله تعالى وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طيب هون ممكن واحد يقول شايف إنه الاستغفار له علاقة بالمطر والجنات والأولاد؟ طبعا هذا صحيح إنه الاستغفار له علاقة بتحسن الأحوال، لكن كيف قلنا سابقا الاستغفار المقصود في الآية مش هو نفسه التمتم باللسان. يعني مش كل ما تمتمت أكثر كل ما زادت الفرص بنزول المطر أو زادت الفرصة إنك تجيب صبي. طيب شو هذا الاستغفار المقرون بالفعل ومش بعدد التمتمات والمسؤول عن تغير الحال والمقصود في الآية؟ عشان أوضح المعنى تخيلوا معي في دولة معينة الناس بتسرق وبتغش وبتفسد في الأرض، والمقصود بالفساد هو تدمير الأرض بعد إصلاحها، ومن أشكال التدمير هو تلويث البحار والأنهار والجو. في هيك مجتمع شو بتتوقعوا تكون الحالة؟ طبعا في مجتمع عن هالشكل الأمراض رح تكثر، مشاكل عدم الإنجاب بتزيد كنتيجة من التلوث، الفقر بيزيد بسبب الغش وأكل حقوق الناس، المنافسة بتقل والناس تتحطم معنويا ونفسيا، والمطر بينقطع والزرع بقل والكوارث بتزيد والمجتمع بضعف. وهون بيجي دور الاستغفار اللي حكيت عنه سابقا. طبعا بهيك حال الاستغفار اللساني لا يسمن ولا يغني من جوع. الاستغفار اللي له تأثير إيجابي هو المقرون بالعمل والتوبة. فمثلا لما الغشاش والمخادع والكذاب يستغفر وصاحب المصنع الطماع يستغفر ويقلل من التلويث البيئي ويهتم بحياة الناس والحيوانات أكثر من ما يهتم بالربح، هون تبدأ الظروف تتغير وبترجع روح المنافسة بين التجار،
فنتيجي بزيد الإنتاج، ولما يقل التلوث ترجع الأرض تثمر والسماء بتمطر، الناس بتصير تأكل طعام نظيف، الصحة العامة في المجتمع بتتحسن. لما الصحة بتتحسن الأمراض بتقل، قوة المجتمع وتماسكه بتزيد، ولما تتحسن الصحة طبيعي الناس يجيها أولاد، وهون بصير هذا المجتمع من أقوى المجتمعات. وهيك منفهم قول ربنا لما يربط الاستغفار بالمطر والأولاد والأموال. لما تتوقف الناس عن الفساد وكنتيجة بتتوقف قوانين الهلاك. نقطة مهمة قبل الختام، إنه في قسم من الناس بفكر إنه الاستغفار له علاقة مباشرة مع تحسن الأحوال، يعني إذا استغفر فلان فالله بيقول للملائكة إنه أعطوا فلان أموال وأولاد لأنه يستغفر، فبفكر هذا الفلان إنه هو ماشي بالشارع رح يلاقي جرة ذهب، أو بفكر إنه ربنا رح يبعث له شخص اللي يقول له تعال اشتغل عندي. والقضية مو هي، كيف شرحت سابقا الاستغفار مربوط بنفسه بسلسلة أحداث، يعني استغفر الناس وتابوا عن تلويث البيئة ما رح يكون ثقب بالأوزون وما رح يصير كوارث، رح تنبت الأرض ورح تتحسن التجارة ويقوى الاقتصاد وتزيد فرص العمل. ببساطة عملية الإفساد نفسها بتحمل بداخلها بذور الهلاك، والإصلاح والتوبة بداخلها بذور التطور والتقدم. وبس يبدأ الإنسان بالإفساد أوتوماتيكيا بتبدأ تشتغل قوانين الهلاك، وعشان تتوقف هاي القوانين لازم الفاعل يستغفر ويتوب ويصلح. هذا رأيي، قد أخطئ وأصيب، والسلام.